ازيك يا استاذ احمد؟ عامل ايه؟ انا الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟ والله يا استاذ احمد الكلام اللي بيتقال ده وانت بصراحه الله يكون في عونك، والمنفذ الوحيد لنا انت وقناه مكملين وقناه الشرق والوطن والشعب. والله احنا ما عارفين نقول للناس، الناس دي مش عايشه معانا، الناس دي عايشه فين؟ عايشه في كوكب تاني. الناس دي مش تبعنا، الناس الفقير النهارده مش لاقي ياكل يا فندم. يا فندم مش لاقيين ناكل، والله مش لاقيين ناكل. ما انت لما تتفرج على العمدة هتتظبط وهتبقى الدنيا حلوة وهتنسى الجوع وهتنسى كل حاجة، وبعدين تقوم جاي داخل على المداح الحاج حمادة هلال، وبعد ما تخلص المداح تقوم داخل على الجبل الحاج أحمد السقا، وبعد ما تخلص الجبل تقوم داخل على ضرب نار، اتنين ضرب نار، الحاج أحمد العوضي الراجل الجدع ومعاه الست ياسمين، وبعدين بقى تدخل على الكبير قوي وتديها حبة ضحكة كده وتلاقي نفسك شبعت ونمت وزي الفل. يا استاذ احمد، هو في عمده في البلد عشان خاطر يعملوا لنا عمده في التمثيل؟ مش اما نعمل عمده للبلد الاول ويوكل الناس ونشوف الناس دي عايزه ايه، ونبقى نشوف العمده الثاني ده بتاعنا بتاع التمثيليات بتاعكم، تمثيليات ايه وخرا ايه وزفت كده يا فندم؟ ده يا فندم اللي حضرتك ايه يا فندم؟ ده انا ماشي بعربيه نقل يا فندم، النهارده بكلم حضرتك دفعت 700 جنيه كارتات لغايه لما رحت الاسماعيليه، ولا 650 جنيه بدين وراء وفي العربيه للحل بتاع الجيش. ليه ده؟ هات كارت ده، انت كنت في المحافظه دي وما نقول المحافظه دي هات كارت، او ليه المحافظه الثانيه هات كارت؟ ايه ده؟ كل ما امشي هات كارت هات كارت هات كارت، ايه ده؟ انت شغال عشان تصرف عليهم ولا ايه؟ ما هو انت كده، انت شغال عندهم دلوقتي، هو انت شغال لك؟ انت شغال عندهم العربيه كده نجيب لها مخططات ب 20 ب 60 جنيه، دلوقتي خلاها 500 جنيه، تروح تجيب شهاده مخالفات بدل ما يديها لك ببلاش، ويديني شهاده تقدير ان انا مع الراجل ما عملش مخالفات، لا بياخد مني 500 جنيه، ينفع الكلام ده؟ تقول لي مسلسلات لاصحابه او لهم والجماعه اللي هم على راي عمر الشيخ بيقول لك الشخصيه بنخرج احسن فلوس. وصلت رسالتك يا استاذ اشرف، بشكرك شكرا جزيلا. في مسلسل يعني انا عايز اقول للمتحده تعمله المسلسل ده، ده مسلسل واقعي وهتكتبه كده احداث واقعيه حقيقيه من قلب مصر من الشارع المصري اهو يا جماعه. مسلسل اهو، بص والله بالروي بتاعه حتى معبر جدا اهو. المسلسل ده ليه المتحده ما تنتجوش؟ وبص بص فوق، بص فوق كده هتلاقي صورة ال موجودة فوق، موجود موجود موجود، أنا مش عارف أشوفها بس هي موجودة، ما تقلقوش بجد يا جماعة والله العظيم منتهى العبث. أنا مثلا يا جماعة يعني لما يبقى في عضو مجلس شعب مترشح في منطقة أو في دايرة وتلاقي حاطط صورته، أول ما أنت تروح له مكتبه بيعاملك كويس ويديك حاجات كويسة ويستقبلك كويس جدا، انما انت تحط صورتك فوق والناس تقعد تتخانق تحت على كيس رز وكيس مكرونه، طب ده يليق بيك؟ يليق بيهم كمواطنين مصريين؟ ما يليقش، ما ينفعش المواطن المصري يبقى ده حاله. ايه يا جماعه؟ ربنا يا رب يعافي الاماكن المنكوبه واللي فيها زلازل والناس اللي قاعده في المخيمات، فرقنا ايه عنهم احنا عشان نجري كده نروح نشوف ناس جايبه كيس رز وكيس مكرونه ايه ده؟